عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نوريكم كيفية تطبيق قانون أمريكا الجديد على مستخدمي قنوات اليوتيوب، ونبدأ بالتدرج لكي أنفعكم إن شاء الله وتقوموا بهذا بطريقة سهلة جدا. طبعا أنا لست شركة، أنا شخص يعني لدي قناة فردية، فأضغط على الخانة الأولى و90% منكم عليهم ضغطوا على الخانة الأولى، ثم يأتي السؤال الثاني: هل أنت أمريكي أو تقطن في أمريكا؟ طبعا لا، فنضغط على الثانية ونضغط على الخانة الزرقاء لكي نمر إلى الذي بعدها. ثم 90% منكم أو أكثر عليهم الضغط على الخانة الأولى لأننا لا نقطن في أمريكا، ونضغط على الخانة الزرقاء الكبيرة فتستمر الرحلة إلى الإجابة التي بعدها. ننتظر قليلا فيأتي الاسم واللقب هنا أينما يظهر هذا الفلاش. ثم أي بلد تسكن أو تأتي منها؟ فأنا أسكن في ألمانيا دويتشلاند. مع هذا سوف أريكم الآن، وهذه أهم خطوة عليكم أن تتخذوها، هذا الذي سوف تضعون فيه الرقم الضريبي للدولة التي تقطنون منها. ولكن نصيحة أحبائي لتختصروا الوقت، من فضلكم لا تضعوا أي شيء، فقط اضغطوا على الخانة الزرقاء تمرون على السؤال الذي بعده. فأول شيء مطلوب منكم هو أن تضعوا هنا هذه الخانة، تعمروها، هذا اسم البلد، تضعون الأدرس يعني أدرسكم. أضعوا الأدرس العنوان العنوان عنوان العنوان الذي أسكن فيه. الآن هنا تاك، ثم نمر إلى الذي بعده فنضع الرقم البريدي واسم المدينة. والخانة التي بعد هنا الزرقاء. سوف هنا يأتي هذا السؤال المهم جدا 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 جدا: إذا وضعت نعم فسوف يطلبون منك الرقم وتلتزم بالدفعات منذ 1 جانفي 2020 إلى حد الآن. وإن ضغطت لا، هذه ناين أو نو لا، سوف يخصم من مدخولك الذي تتقاضاه من أمريكا بنسبة 30%، ولن تلتزم بوضع أي شيء آخر. نضع لا، وأنصحكم بوضع لا، ثم وخاصة للأشخاص الذين لديهم قنوات عربية يعني ليسوا بحاجة لهذا. أحبائي الآن يطلب منك: هل تريد هذه ستوندار فورمولار؟ نقول نعم، نضغط الخانة نعم ونمر إلى التي بعدها. ثم هنا يسألني عن اسمي مرة أخرى، أضع اسمي. نعم، إيش أنا هنا، نضع نعم ونذهب هنا. فسوف يسألني السؤال الذي بعده: أنت أنا ناتيل شؤود ريشارد هنا أند سلاس جوجل أن هاو يو إس أ أبراخ سو هات في أنت أنا سيل هم جيم أنا شوف شو في يمكن أديس يمكن في جوجل. نقول لا، وثم نذهب جوجل أوكي ونضغط على الثانية هنا. ثم الآن
انفورماسيون سوف ونضغط هنا لكي نكمل العملية. ما هذا؟ ليس لدي أي اختيار أخرى، سوف نقوم بالضغط هنا لنبعث ونكون بهذا. ها أكملنا، وها ديناميك هذا يعني قبل، قبل فأخذنا كل شيء الآن، والآن نستطيع أن نطفئ هذا هنا. فالآن 13 مارس 2021 أخذوا مني المعلومات الذين يريدونها، وبهذا سوف يحصلون على 30% خصم من المدخول الذي يأتي من USA من أمريكا. شكرا لكم، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نفعكم، وأتمنى لكم حظا وافرا والتوفيق. إلى اللقاء في فيديو جديد.